السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي ستايل اتش تي ام ال سي اس اس. الوغ غادي نبداو باش نتعرفوا على سي اس اس، يعني غير انتروداكسيون. من بعد غادي نشوفوا اون ديتاي سي اس اس. الوغ تو سامبلومون سي اس اس سينيفي كوا؟ سينيفي واحد الفوي دو ستيل اون كاسكاد. تو سامبلومون سي اس اس ايكونوميز بوكو دو ترافاي، كيقتصد ليا على لو ترافاي ديالي وكيخليني نكونترولي لا ميزون باج دو بليزيوغ باج ويب على فوا. دونك تو سامبلومون كتكون عندي باج ويب ستاتيك، يعني كيكون داكشي نقدروا نقولوا بحال برويون، مي سي اس اس كيعطيني واحد لو ستيل خاص باش كتبان لا باج ديالي في واحد لا ميزون باج يعني ستيلي. دونك تو سامبلومون سي اس اس كيف قلنا هي عبارة عن يعني في دو ستيل اون كاسكاد، هو اتيليزي بور فورماتي لا ميزون باج دون باج ويب تو سامبلومون. الوغ كيفاش نقدر نوتيليزي سي اس اس؟ سواء نوتيليزي سي اس اس يعني ان لاين، يعني نقدر نوتيليزي لاتريبي ستيل كيف ذكرنا باغ اكزومبل بي مثلا لوغ ام، انسي نزيد واحد لاتريبي على تاغ بي مثلا ستايل ونقول لهم مثلا اعطيوني تكست لاين سنتر. دونك تو سامبلومون هذا مثلا هو ليتيزاسيون الاولى. عندي ليتيزاسيون الثانيه هي نستعملو انترن، يعني تو سامبلومون كيف شفنا قبل، يعني نقدر نديكلاري واحد تاغ سميتو ستيل. دونك هاد التاغ هذا ستيل اي جو في ديكلاري مثلا ستيل اللي ذكرنا هنا تكست الاين سنتر، عوض من نديرو في يعني في لاتريبيو نحيدو من لاتريبيو ونديكلاريه يعني انترن. دونك تو سامبلومون سي لا ميم شوز، او بيان نقدر نديكلاريه اكسترن اترافيغ لينك. دونك تو سامبلومون الا بغيت نديكلاريه اكسترن خاصني نكريي واحد الفولدر. دونك خاصني نكريي فولدر باش نقدر نديكلاريه اكسترن. الوغ تو سامبلومون غادي نشوفو كيفاش نقدرو نديكلاريو يعني في ديفيرون ميثود. باغ اكزومبل غادي نكريي هنايا ستايلز styles dot css. دونك هو فيشي دو ستيل سي اس اس. اي كيفاش نقدر ناجوتيه في الـ يعني في ال HTML؟ دونك تو سامبلومون غادي نحيد هاد لا بارتي. دونك هنا شنو غنستعمل؟ خصني نستعمل لينك. هاد لينك هادي هي اللي غادي تخليني نوتيليزي اش يعني لو فيشي دو ستيل سي اس اس. دونك تو سامبلومون قبل ما نستعمل لينك خصني نستعمل واحد الحاجه سميتها الهيد. الهيد يعني الراس ديال الاش تي ام ال. تو سامبلومون هنا اجوتي لينك. دونك هاد اللينك هادي حتى هو واحد طاغ عنده دي بارامتر. بارامتر الاول هو ريل. دونك هاد لو بارامتر ريل خص يكون فيه ستايل شيت. ستايل شيت اي اشرف كيف قلنا له ليان اللي غادي يكون عندي ستايلز دوت سي اس اس. دونك تو سامبلومون هادي لا ميثود الخاصه بلي ستيل يعني اكسترن. الوغ تو سامبلومون غادي نشوفو شفنا قبل يعني انلاين، شفنا انترن يعني رابيدمون. غادي نشوفو كيفاش نقدرو نديرو مانيبيولاسيون ديال مثلا شي حاجه اكسترن ونتعرفو على كيلكو بروبريتي ديال ستيل. دونك تو سامبلومون غنقدر ناجوتي مثلا هنايا بودي. دونك غنعيط على البودي وغنعطيه مثلا باك جراوند كولور اللي غادي تكون مثلا اكوا ولا اكوا ماري بار اكزومبل. دونك نأجوتي واحد الاش 1. دونك اش 1 غادي يكون مثلا بونجور. اي اش 2 غادي يكون مثلا جو سوي محمد. دونك فوالا اش 1 اش 2. الوغ نمشي ندير واحد ستيل على الاش 1. دونك فوالا انا نعطيه مثلا كولور. كولور نستعملو لي فونكسيون لي تريطينا قبل، نديرو ار جي بي ريد. كيفاش كنا كنستعملو ريد؟ قلنا لا فالور ماكسيمال 255. هنا كلهم غيكونوا دي زيرو دي زيرو. دونك هنايا بونجور عطاتني اون ريد. نمشي مثلا الاش 2. الاش 2 غادي مثلا لا كولور تكون عندي كولور نقولو بلو. دونك تو سامبلومون نستعمل دابا بلي زا اكزا ديسيمال. دونك الريد غادي يكون زيرو
اي الجرين حتى هو زيرو اي البلو غادي يكون اف اف دونك تو سامبلومون فوالا جو سوي محمد. الوغ هنا شفنا كيلكو بروبريتي ديال لي كولور. نشوفوا مثلا لي بوليس اي تاي. بوليس اي تاي مثلا غادي هنا ناجوتي هنا شي فونت فونت مثلا فونت فونت فاميلي دونك مثلا هاد لو فونت هذا دونك هنا حتى بالنسبه لاج 2 ناجوتي شي فونت فونت فاميلي مثلا نديرو مثلا هاد المونو مونو سبي ولا نشوفو شي واحد اخر مثلا هذا دونك فوالا هاد لو فونت هذا. الوغ سايز تو سامبلومون نقدر ناجوتي سايز غير هو اش 1 اش 2 عندهم سايز فيكس دونك سايز شفناها قبل. الوغ تو سامبلومون هكذا كنقدر ناجوتي يعني الستيل على الاش تي ام ال ديالي. دونك نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في فيديو مقبل.